السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حبيباتي في الله، مرحبا بكم مع أم نبراس. اليوم إن شاء الله راح يكون الفيديو مختلف. الفيديو اليوم تاع اليوم عبارة على فلوغ كما نقوله، أو خرجة عند العشاب قويدري. كما قلت لكم من قبل راح نزور العشاب وراح نعطيكم بعض فوائد بعض الأعشاب اللي لقيتهم هنا، وتعرفوا واش عندهم من أعشاب. المهم الفيديو هذا طويل طويل، راني رحت وتقريب قسمت لهذا الفيديو على اثنين، ومازال نعاود نزيد نرجع ونحط لكم هنايا. راح احط لكم غير الاعشاب المتداوله اللي تقريبا ياسر يعرفوها منكم، وبعض الفوائد وكذا وكذا. لكن المره الجايه راح نحط لكم الاعشاب النادره والاعشاب اللي مش موجوده عند اي واحد ان شاء الله. اللي راه يزور فيها اول مره على القناه، ما تنسيش حبيبتي الاشتراك في القناه، تفعيل الجرس وضغط اللايك باش يوصلك كل جديد. ونبداو على بركة الله في الفيديو نتاعنا. وقبل ما نبداو الفيديو، اللي عندها اي ملاحظة ولا اي حاجة حبت تفيدنا بها في القناة تحطها لنا في لي كومونتير، ورايحين ان شاء الله نتقيدوا بها في الفيديوهات القادمة بإذن الله. المهم إن شاء الله تستفادوا من هذا الفيديو وتشوفوا يعني بعض الأعشاب هنايا وبعض الفوائد تاع الأعشاب وش كاين هنا وش نقدروا نديروا بهم إن شاء الله. نبدأ على بركة الله ونصلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونبدأ الجولة تاعنا هنا عند العشاب. عندنا الأعشاب هنا متنوعة كما راكم تشوفوا هنايا، يعني اغلبهم تقدروا تخدموا منهم الفاح ولا هذا. عندنا الحبه السوداء، عندنا السانوج، كبابه، الكرويه، العود الاصفر، حلبه الرومانيه. السلام عليكم الناس اللي عندهم السكر كما قالت الاخت، الحلبه الرومانيه هاي تشوفوا كيفاش راهي دايره اللون تاعها. عندكم نجمه الارض هايلة، هذه مليحة في المرق البيوضة في طاجين حلو خاصة. عندكم العدس الأحمر، الكركدي هذا هايل للشعر، مليح للشعر، مليح للبشرة، حتى في العصائر يخدموا منه العصير. هذه الكركدي هذا عبارة على زهرة الأوراق تاعهم هذه يجففوها ويستخدموا منها خاصة في التلوين نتاع الشعر. الكركدي هايل ويغذي الشعر ويغذي ايضا حتى البشره، وكاين حتى في مصر وفي بعض الدول يخدموا منه حتى العصير هذا الكركدي، يعني هايل ما شاء الله. عندك هذا القنطس كما نعرفوه راهو تاع نخدموا به الفاح كما نقولوا وراس الحانوت. العفصه ايضا، العفصه من بين المكونات اللي نخدموا بها المده والقطاره. البخور ايضا كاين حتى اللي يخدم بها البخور هذه العفصه. عندنا هنايا الاعشاب اخرى، عندنا هذا فول الصويا، الصويا هذا مليح جدا للتسمين، جماعه اللي يحب التسمين رائع جدا، يعني ما تقليه وترحيه وتستخدميه حب رشاد هذا للبشره وللشعر يستخرج منه هذا. نروحوا جهه اخرى من في الحانوت رايحين نشوفوها اللي هي الاعشاب. عندكم هنايا اعشاب راهي كامل مرحيه يعني جاهزه للاستخدام، تستخدموها مباشره من غير ما ترحوها في هذا. عندكم السدره، السدره المرحيه هذه راهي تفيد مليح للشعر وللوجه وعندها شحال من فائده. الحنه المرحيه هنايا، هذه الحنه المرحيه راهي كما نعرفوا لليدين للشعر وطبيعيه ماهيش مخلطه. لسان المكي للكرش نورمالمون، قرطوفه. عندكم هنايا شوفي مروره، ثاني المروره ثاني مرحيه واجده، يعني غير تخلطوها وتفتلوها. ايه هذا كليل الجبل، العرعار، هذا العرعار اللي درت لكم منه شحال من فيديو في الفيديوهات، عنده فائده عظيمه جدا في الوجه. كما قلت لكم ابسط وصفه تقدروا ديروها للوجه هي انكم تجيبوا باطا ياغورت ناتور، تخلطوا معها مغرف من العرعار وديري مره الصباح كل يوم في الليل قبل ما ترقدي، ديري الماسك حطيه على وجهك 45 دقيقة، ومن بعد شللي بالماء فاتر ورشي ما ورد، وبإذن الله راح تكون نتيجة رائعة إن شاء الله. زيدوا هنا يا حرمل، هذا حرمل، عندك ريحان، عندك البسباس مرحي، من عندك هذه قشرة الرمان، قشرة الرمان رائعة ثاني للجسم،
للكرش خاصة وللقولون. جماعة اللي تعاني من القولون ما عليكم إلا بقشرة الرمان، سواء أنك تشدي ملعقة وتسفيها مع الماء ولا مع الحليب، أو أنك تغلي القشر تاع الرمان هذاك وتشربيه صباح وعشيه وليل. الناس اللي تعاني من القولون بالتجريب، يعني شحال من واحد جرب الوصفه تاع القشر المرحه تاع الرمان ونجح فيها. عندك هنا يا ريحان، عندك الزعتر الملحي، دبيغه هذه تعواش، هذه دبيغه هذه تاع الجرح ياك، للجرح هي ديروها للجرح هي، يعني ما شاء الله عندها فوائد رائعه. يعني زيدي هذه مقل السيف نورمالمون يديروها للمروره، اي هذه تاع المروره، هذه من بين الاعشاب اللي يديروهم للمروره، هذه مقل السيف. هذه الخلطه تاع المروره كما راكم تشوفوا فيها، خلطه مروره مرحيه يعني واجده، غير تشديها وتفتليها مع الطعام تاعك وتكون واجده. زعتره مرحيه، لا مرحية يعني كامل أعشاب واجدة وجاهزة للاستخدام مباشرة إن شاء الله. كما راكم تشوفوا نقاء ونظافة وضمان بإذن الله. الشيح هذا شيح مرحي، هذا شيح مرحي. من بين ايضا الاعشاب والاشياء الموجوده هنايا كاين مجموعه رائعه من التوابل كما راكم تشوفوا. رايحين نشوفوا واش هي التوابل اللي كاينه هنايا ما شاء الله. نبداو هنايا اهم التوابل، ها فصل الحلوت، كزبر، هذا كركم، كركم مرحي ما شاء الله، فلفل عكري، كمون اخضر، زنجبيل، هذا زنجبيل مرحي يعني، والطازج هذاك عندكم ايضا، الاسمر رخية، قصبر، قرفة، زعفران. قرفة وزعفران، هذو الحبوب هنا عندكم. الفول كما راكم تشوفوا الفول بالقشور تاعو، الفول مقشر، هذا الفول هذاك صغير، فيلة يقولوا لها، المايس، عندكم الحلبة، الحلبة هادو وش الفرق بينهم؟ نفسهم تقريبا نفسيه، غير واحدة من البلاد وواحدة من البلاد. إيه هاد الحلبة الخضراء اللي راكم تشوفوا فيها، هذه الحلبة تاعنا تاع البلاد، أما هذا الصفرة يقولها الحلبة التونسية. شوف هذه الصفرة باش تعرفوا الفرق بيناتهم، لأنه ساعات تقولي نشري حلبة تلقي مهم حلبة، خلاص هذه الحلبة كرمك تشوفوا تاع البلاد، وهذه الحلبة المرحية كما نعرفوا الفوائد تاع الحلبة لا تعد ولا تحصى، سواء للشعر سواء للبشرة سواء للكرش لأي واحد يعني. لوبيا جرين، هذه الحمرة، هذه البيضة، أيضا عندنا الحمص، هذا ثاني فلفل حار وعكري مخلط مع بعضه، اي حار وحار وحلو مخلط مع بعض، مخلط مع بعض. وهذه تاع لي زفيس كيري تاع الدجاج والحم والمرقه بيضاء، اي يعني واجدين يعني، غير تهزيهم وكل شيء. ما شاء الله. من بين ايضا الاعشاب والاشياء الموجوده هنايا كاين مجموعه رائعه من التوابل كما راكم تشوفوا. رايحين نشوفوا واش هي التوابل اللي كاينه هنايا ما شاء الله. نبداو هنايا اهم التوابل، فصل الحلوت، كزبر، هذا كركم، كركم مرحي ما شاء الله، فلفل عكري، كمون اخضر، حار، زنجبيل، هذا زنجبيل مرحي يعني، والطازج هذاك عندكم ايضا، الاسمر رخية مرحية، رخية، قصبر، قرفة، زعفران. قرفة وزعفران، هذو الحبوب هنا عندكم. الفول كما راكم تشوفوا الفول بالقشور تاعو، الفول مقشر، هذا الفول هذاك صغير، فيلة يقولوا لها، المايس، عندكم الحلبة، الحلبة هادو وش الفرق بينهم؟ نفسهم تقريبا نفسيه، غير واحدة من البلاد وواحدة من البلاد. إيه هذه الحلبة الخضراء اللي راكم تشوفوا فيها، هذه الحلبة تاعنا تاع البلاد، أما هذه الصفرة يقولها الحلبة التونسية. شوف
هذه الصفرة باش تعرفوا الفرق بيناتهم، لانه ساعات تقولي نشري حلبه تلقي مهم حلبه خلاص، هذه الحلبه كما تشوفوا تاع البلاد، وهذه الحلبه المحيه كما نعرفوا الفوائد تاع الحلبه لا تعد ولا تحصى، سواء للشعر سواء للبشره سواء للكرش لاي واحد يعني. لوبيا جريني هي هذه الحمراء، هذه البيضاء، ايضا عندنا الحمص، هذا ثاني فلفل حار وعكري مخلط مع بعضه، اي حار وحار وحلو مخلط مع بعض، مخلط مع بعض. وهذه الزفيس كيري تاع الدجاج والحم ومرقه بيضاء، اي يعني واجدين يعني غير تهزيهم وكل شيء. ما شاء الله.